انك عنصري وشايف مطربين المهرجانات درجة تانية. اقول لك انا ما كنتش عايز اتكلم في الموضوع ده، بس معلش عشان خاطرك انت. يعني موضوع عمر وحسن موضوع اولا بعيد تماما عن اللي هم خدونا في سكة بعيدة عن الاساس. الاساس في الموضوع ان حمو بيكا انا قلت لهنادي من الاول اوعي تعزمي حمو بيكا، لان ده شيء هنادي اتورطت بصراحه. مش اتورطت، ده جيلها برافو. دول الجيل والشباب اللي هم بيحبوه. اولا عمر وحسن انا ما بتراجعش عن كلامي، عمر وحسن من الناس اللي انا معجب بيهم. عشان اقول لك بس المهرجانات، انا عندي مصطفى حجاج، عندي كذا، في كذا اسم بحب جدا اسمعهم، واخد بال حضرتك؟ بالعكس يعني في اغاني بنتراقص عليها كلنا بنحبها. انت عارف حمو بيكا ده ناجح جدا، ده انجح منهم. مع احترامي بس هو ما فيش صوت، ما اقدرش اعترف بيه كمغني، مش كمطرب، مغني ما اقدرش اعترف بيه. بس جاي جاملك او جاي جامل على هنادي. انا اتفاجئت، انا كل الموضوع اتفاجئت، بس انما ما رفضتش، ما قلتش مش عارف ايه، ما قلتش عمر كذاب، لا. ولا عملت حساب الناس يقولوا جايب حمو بيكا وهو راجل مفروض كان نقيب الموسيقيين. بالعكس انا اختلفت مع هاني شاكر في الموضوع ده. هاني يعني صديق عمري، يعني طبعاً فوق ال 40 سنه اصدقاء. اختلفت معه وكان ليا راي خاص بيا، ان المفروض ان دي عرض وطلب، والعروسه والعريس يعني لو ابنه بيتجوز شريف مثلا وطلب هو يجيب حد مهرجانات خلاص، يعني مش هيقدر يمنعه بالطريقه القاسيه يعني، ده فرحها يعني. طب صالحتهم بعد كده؟ اعتذرت لهم؟ لا بالعكس، انا قلت لحسن وعمر من الناس اللي هم يعني حتى فنيا في حاجه انا اكتشفتها فيهم جايز هم ما يعرفهاش، اللي هي التون، الفرق الفرق بين التون حلو قوي، بالظبط عامل حاجه حلوه. ده بيتعمل في الكمبيوترايز، يعني بيتعمل ساعات مثلا ايه سولو كمانجا، عايزاها تاخدي ديفيزي تاخدي السولو كمانجا حد وغليظ بتعمليها بالكمبيوتر. هم عملوها لوحدهم بشري وعلى اللايف، وكانت عاجبه الناس جداً. وكانت عاجبه الناس جدا، وانا ما زلت معجب بيها جدا معجب بيها. نشوف الفيديو اللي بعده.